كيفاش كتكون أمي رشيدة شادة طريق طويلة وبما وصلت عند خالتك جليلة خاصها الوناسة؟ انت واحد ما يسبقها في الحلقة السادسة، وحيت انتي مرضية وحنينة وعندك سخاوات الفوغفي صيفطي ليها شحال ما بقى ديال ليجيكا، حيت الى السؤال بقى ليك ترانسفيريه لعزيز عليك. ترانسفير انترنت مع جميع فرفيات يوب ابتداء من 49 درهم.